الدكتور أمين السفر أخصائي في أمراض النساء والتوليد وعقم الزوجين. الثلاث الأشهر الأولى مهمة بزاف بالنسبة للأم، لأنه كيكون واحد التغيرات في الجسم ديال المرأة، وكيكون كذلك واحد الأعراض اللي ما كيكونش عند المرأة، مثلا كيبانوا عليها بعض أعراض الوحم. وبالنسبة للجنين الأهمية ديالو كتكون في أنه هذه المرحلة كيكون فيها تكوين ديال الجنين والتثبيت ديالو داخل الرحم، وفي هذه المرحلة خصنا نعرفوا بأن نسبة الإجهاض كبيرة بزاف. لأن كل هذه العوامل تطرقنا لهذا الموضوع اليوم باش إن شاء الله المرأة تتبع والحمل ديالها يكون إن شاء الله يدوز بسلام لها والجنين ديالها. بمجرد أن المرأة تعرف رأسها أنها حاملة، خاصة تأخذ موعد مع الطبيب ديالها، هو الموعد الأول، اللقاء الأول مع الطبيب ديالها. دونك إنها غير مرة تعرف رأسها حاملة خاصة تمشي عند الطبيب ديالها، كيدير معها واحد الاستجواب باش كيشوف التاريخ الصحي ديالها، واش ما عندها شي إجهاض متكرر، واش ما عندها شي ولادة مبكرة، لأنها غيتعامل معها بواحد شكل مختلف إذا كان عندها في التاريخ ديالها إجهاض متكرر. ثانيا كيشوف هذا الطبيب واش ما عندهاش شي مرض مزمن بحال مرض السكري ولا مرض الضغط ولا الدقة ولا مرض الصرع، لأن كيكون بعض المرات تعديل في بعض الأدوية اللي كانت كتاخذهم المرأة واللي ما يتلاقاوش مع الحمل. ثالثا كيسولها الطبيب واش ما عندهاش شي أمراض وراثية لدى العائلة ديالها اللي تقدر تنقل عن طريق الجينات، وكيقوم الطبيب بإقرار بالحمل. هذا الإقرار بالحمل يقدر يكون عن طريق فحص بالدم، كنقلبوا على البيتا أستيجي باش كنعرفوا المرأة واش حاملة، وفي حالة إن عندها تأخر في العادة الشهرية يقدر غير بالفحص بالصدى ليكوغرافي كيعرف واش حاملة ولا لا، وكيعرف واش عندها جنين واحد ولا توائم، وكيشوف حتى النبض ديال الجنين واش سليم ولا لا. الوغ هذا الشيء دخل في اطار تماما في اطار الفحص ديال الثلاث اشهر الاولى. بالنسبه للليكوغرافي اللي كنشوفوا فيها واش كاين تشوهات كدار بين 12 سيمانه حتى ل 14 سيمانه ابتداء من قطاع الطمط، هي بالنسبه للشكي كوغيسبون البدو ديال 3 شهور كنديروا واحد التلفازه عن طريق ليكوغرافي، وكنعبروا الطول ديال الجنين، وكنعبروا واحد السائل كيكون في رقبه الجنين اللي اذا كان العرض ديالو فايت 3 المليمترات هذا يقدر يكون مؤشر لسكون ابل مرض الثلاثي الصبغي. حاجه اخرى اللي خصنا ناكدوا عليها هو ان في هذا الموعد الاول يقدر يطلب وخاص الطبيب يطلب بعض الفحوصات، كاين بعض الفحوصات كيداروا غير في العياده عنده، كفحص البول كنشوفوا عن طريق الشرائط واش ما كاينش هناك عدوى في المسالك البوليه، كما اننا يقدر الطبيب يطلب بعض الفحوصات المعمليه في المختبر، راه معروفين بحال الفصيله ديال الدم، بحال لانيميغاسيون كيشوف واش ما كاينش هناك فقر الدم، بحال التحليل ديال المرض السكري، داك داء القطط، هذاك داء القطط اللي كنقولوا داء القطط لا توكسوبلازموز، مهم بزاف باش كيشوف المراه واش عندها المناعه ولا ما عندهاش المناعه من ناحيه لا توكسوبلازموز، لان الا كان عندها المناعه صافي راه ما كاين حتى شي مشكل، والا ما كانش عندها المناعه خاصها تبقى تراقب شهريا هاد التحليله، لان في حاله اذا كانت نيجاتيف وشدت العدوى اثناء الحمل يقدر يشكل هناك خطوره على الجنين. وكنصحوا المراه في هاد الثلاث الاشهر بتاخذ واحد القسط ديال الراحه، ما تتعبش وتجنب السفر، وكنصحوها بواحد النظام غذائي متوازن ويكون غني بالفيتامينات والمعادن وغني بالالياف وغني بالبروتينات، اللحم يكون طيب مزيان، الاسماك تاكل الاسماك اللي ما يكونوش فيهم نسبه كبيره من الزئبق بحال السردين بحال لي زونشوا، تبتعد عن الاسماك كالقرش واسماك التونه كيكونوا عامرين بالزئبق يقدر يضر على الجنين. كنصحوها اذا كانت كتدخن توقف بتاتا، لان التدخين هو مضر لها والجنين ديالها. الا بالنسبه للنساء اللي كياخذوا القهوه بزاف كنصحوهم ينقصوا من استهلاك القهوه، اذا كانت ضروريه ما تتعداش واحد الكوب واحد من يوميا.
وكان نصحوها تبعد على كل ما هو مصطنع، ما تاكلش اللحوم مصطنعة بحال الكاشير بحال المرتديلا، ما تاكلش في الزنقة لي ريستورون الزنقة، لان ما كنعرفوش النظافة كيفاش غادي تكون هذا، وضروري ضروري المراقبة وتشوف الطبيب ديالها بصفة منتظمة.